ومن باريس تنضم إلينا بلقيس النحاس مراسلة الغد. بلقيس، يعني هذه تصريحات في عالم السياسة واضحة وصريحة، لماذا تحدث الرئيس الفرنسي بهذه اللهجة وهذه الرسائل الواضحة لكل من أمريكا وبريطانيا؟ نعم ياسر، كما ذكرت بالفعل هذا التصريح الخارج عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يجب أن نذكر أنه ضمن القمة الأوروبية التي تعقد في بورتو وفي البرتغال. يعني من ضمن أسئلتك هي الجواب هو ضمن هذه القمة الأوروبية التي ستعقد الآن في بورتو في البرتغال، هي من أجل موضوع الأزمة المالية والصحية التي أثرت على الاتحاد الأوروبي بسبب كوفيد 19 وبسبب الضغوطات والأزمات المالية التي مرت بها دول الاتحاد الأوروبي خلال هذه الجائحة. لذلك فإن إيمانويل ماكرون كان خلال بعض الصحفيين حاول أخذ تصريحات منه خلال وصوله إلى هذه القمة الأوروبية في بورتو، وكان هذه أحد أولى التصريحات التي أدلى بها إيمانويل ماكرون، وأكد على أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا يجب عليها أن لا تمنع وصول اللقاحات أو تصدير اللقاحات أو المكونات التي تساهم في إنتاج هذه اللقاحات، وأكد بمقارنة بين فرنسا والولايات المتحدة، قال فيها أن الولايات المتحدة الأمريكية 100% من إنتاج اللقاحات التي يحدث في داخل الأراضي الأمريكية يتم فقط يعني توفيره لداخل أمريكا وعدم تصديره إلى دول خارجية، بينما عقد مقارنة بينما فرنسا حوالي 110 ملايين جرعة تم الاحتفاظ فقط ب 65 جرعة وتم تصدير حوالي 45 جرعة إلى البلدان الفقيرة. لذلك فهو يرى أنه يجب على أمريكا وبريطانيا عدم الاقتصار على توزيع الجرعات داخل طيب فقط بلقيس. دولهم والمشاركة من خلال تأمين لقاح وتضامن عالمي نعم هنا ياسر. يعني أسأل سؤال عام، الرئيس الفرنسي حين يتحدث من هذه وجهة النظر، هل هنا يتحدث عن المبدأ نفسه أم عن أن يعني ربما فرنسا تعاني أو لديها مشكلات فيما تصل بمسألة اللقاحات، لكن في جانب آخر هل هي مسألة عامة من حيث المبدأ؟ ياسر على ما أعتقد أن هل أنت تعني أنه هل تصادف بمعنى أن فرنسا لديها أزمة مشكلات خاصة أزمة لقاحات؟ أزمة لقاحات لا تشكل الآن في فرنسا أزمة لقاحات الآن في هذه الفترة الحالية، كما نعلم أن إيمانويل ماكرون البارحة فقط قد افتتح مركزا للتطعيم في باريس في بورت دو فيرساي، وهو أكبر الآن من المراكز الذي سيتم فيها تأمين عدد لقاحات كبير حوالي 2000 جرعة كل يوم. يجب أن أذكر لك ياسر أن إيمانويل ماكرون خلال الخطة أو الاستراتيجية التي ضمنها من أجل اللقاحات هو يسير الآن وفق الخطة، وحيث أنه يسبق حتى المواعيد التي تم إعلانها. على سبيل المثال هو تم المبادرة بأن يكون هنالك حوالي 20 مليون متطعم في 15 من مايو، ومن ثم 30 مليون متطعم في 30 في 15 من يونيو. الآن البارحة تم فتح أبواب التطعيم لكل من هم فوق 50 عاما قبل 5 أيام من الموعد الذي حدده إيمانويل ماكرون، بالإضافة إلى ذلك أنه أكد أيضا أن كل الجرعات الفائضة التي سوف تزيد خلال هذه الفترة من الممكن منذ 12 من مايو أن يكون التطعيم لكل البالغين دون أي شروط، وبالتالي فإن فرنسا الآن على ما يبدو أنها تخطت أزمة توفر الجرعات، خاصة أن فرنسا الآن تعمل على إنتاج لقاح أوروبي ومعمل الآن سوف يتم إنتاج لقاحات تصدر إلى فرنسا وأوروبا خلال الفترة المقبلة. نعم ياسر. بلقيس النحاس مراسلة الغد من باريس، شكرا جزيلا لك.